طبعا المار يعقوب السروجي يذكر قصة أهل الكهف باللغة السريانية، يذكر أنه كان في ملك روماني اسمه دقيانوس أو دقيوس الأثيم، وهذا الملك الروماني كان يعني جاء في فترة كانت الحضارة الرومانية تتزعزع، كان فيها قتال وكان فيها حرب وكان فيها حروب شديدة، حتى أن الملك اللي قبله واسمه فيليب العربي أو فيليبيوس، وطبعا فيليب العربي من سوريا، أصلا من سوريا من مدينة الشهبة، هذا فيليب العربي كان متساهل مع المسيح، كان يعني سامح لهم بممارسة ديانتهم، طبعا هم يعبدون الأوثان الرومان في ذلك الوقت. لما جاء دقيانوس وقتل فيليب العربي وصار هو الحاكم، اعتقد دقيانوس أن أسباب هذه الزعزعة هو أنهم ابتعدوا عن عبادة الأوثان ودخلت هذه الديانة الجديدة اللي هي الديانة النصرانية إلى المجتمع الروماني، فكان يرى أنه لازم يعذب المسيحيين ولازم يحاربهم ولازم يقتلهم. فمن هني جاءت الأوامر لكل السكان بأن يقدمون القرابين للأوثان، وكان في فتية، وهذه الفتية من الطبقة العليا شوي، يعني كانوا معروفين ما كانوا مجهولين، كانوا من الطبقة العليا، هذه الفتية كانوا على الديانة النصرانية وأرادوا أن يختبون عن اللي هو دقيانوس الأثيم، وفعلا اختبأوا في كهف، طبعا في كذا كهف، في كهف في المملكة الأردنية وفي كهف أيضا في أفسوس، بل البعض ذكر أنه كان في كهوف سابقة أيضا واندثرت مع الزمن، ولكن أشهر كهف اللي هو الكهف الموجود في الأردن كهف الرقيم، والكهف الآخر اللي هو الكهف الموجود في أفسوس في تركيا. فاختبأوا هناك وناموا لسنين عديدة، وثم استيقظوا طبعا وتغيرت الدنيا وصار الحاكم اللي هو الامبراطور ثيودوسيوس الثاني. شوف الحكمة، هما ناموا في فترة كانت الديانة النصرانية تحارب، واستيقظوا من نومهم اللي امتد مئات السنين في عهد ثيودوسيوس الثاني في فترة كانت الديانة الرسمية هي الديانة النصرانية، سبحان الله. وذكر طبعا القرآن الكريم أنهم أخذوا الورق، الورق هو مو بالورق، هو الفضة كما يذكر المفسرين، وهذه عملة لدقيانوس، وهذه جزء من قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المار يعقوب السروجي باللغة السريانية.